إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وننقل لحضراتكم فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، فجر يوم الجمعة. الحمد لله الكريم الغفار، الحليم الستار، مكور الليل على النهار، وكل شيء عنده بمقدار، حارت في ذاته العقول والأفكار، وتاه في أبديته أولو البصائر والاعتبار، قهر الجبابرة بعزته، وكسر الأكاسرة بقوة سطوته، وكون الأكوان ودبر الزمان بلا أعوان وأنصار، وقد عم إحسانه جميع الأماكن وسائر الأقطار، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فالله يستوي عنده ما تسر القلوب وتضمر، وما تنطق به الألسن وتعلن، وما هو مستتر بأعماله، ومن هو مستتر بأعماله في ظلمات الليل، ومن يسعى إلى عمله بوضح النهار. إخوة الإيمان، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ذكر الله يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم ويجلب الرزق ويكسب المهابة والجمال ويورث محبة الله في القلب ويحط الخطايا ويرفع الدرجات، لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والذكر إخوة الإيمان زيادة في الحسنات وغفران للذنوب والسيئات، لقول الحق جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. خير ما نستهل به هذا اللقاء آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، بدءا من الآية 20 من سورة المزمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا،
واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بسم قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر لربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لواحة للبشر عليها تسعة عشر
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما
كسبت رهينة. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء فمن شاء
فمن جاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، يدعون القرآن الكريم إلى النظر في الكون والتأمل والتفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتغير الزمان من صيف إلى شتاء ومن حر إلى قر ليزداد إيماننا بالله ويصح يقيننا ونقبل على الله بالتنزيه والتعظيم والخشية والتوقير. فالمؤمن الحق هو الذي يغتنم أوقاته في الطاعة مهما يكن برد الشتاء، فالشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. والمؤمن الحق يتميز من غيره بعلو الهمة وجميل الصبر عند الضراء. إنما نحسه من شدة البرد إنما هو نفس من الزمهرير، لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم شديد البرد فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. قال الله تعالى لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكفار يتميز من شدة البرد. إخوة الإيمان، ومهما تكن شدة البرد فلن تصير أشد من الزمهرير. المهم أن يحافظ المؤمن على الصلوات في أوقاتها، ومن رحمة الإسلام ويسره أن سمح له بالوضوء بماء ساخن، وأن يحمي نفسه من البرد بكل الوسائل المتاحة، وإن اشتد البرد ونزل المطر وتعذرت صلاته في المسجد أن يصلي في مكانه أو رحله. وإن استطاع المؤمن الوضوء في الشتاء والذهاب إلى المسجد كان له بذلك أجر عظيم وثواب كبير.
لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فاللهم أجرنا من زمهرير جهنم، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إخوة الإيمان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نبقى الآن إخوة الإيمان مع هذه الأدعية والابتهالات والمبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. عفوك ورضاك يا رب، أحباب أحمد خير الخلق إنسانا، ألقى القلب يعشق قبل العين أحيانا. هذا نبي قدوتنا، والله أرسله للنور، والله أرسله قدوتنا، والله أرسله للنور، والله أرسله للنور برهانا. إن الصلاة على المختار فرحتنا، إن الصلاة على المختار فرحتنا. غدا على الحوض بالترحاب يلقانا،
وارتوي شربة منه بيمنا ما عاد لي ظمأ من بعدها أبدا ما عاد لي ظمأ من بعدها أبدا قد ذاب كل الظنى فأرتوي شربة منه بيمناه ما عاد لي ظمأ من بعدها أبدا ما عاد لي ظمأ من بعدها قد ذاب كل الظلام مني برؤياه الله في ذكره صلى الله في ذكره صلى الله في ذكره صلى أخبرنا من زاد في حبه للخير زدناه سيدي يا رسول هل استمعت إلى مدح جنابكم هل استمعت إلى مدح جنابكم فإن قلبي مزى الأيام هل استمعت إلى مدح جنابكم فإن قلبي مدى الأيام أواه حتى أجاب على روحي وطمأنها حتى أجاب على روحي وطمأنها ما من سلام لنا إلا رددنا صلوا عليه وزيدوا فالصلاة شفاء صلوا عليه وزيدوا فالصلاة شفاء الروح تعشقه والنفس تهواه
سيدي يا رسول الله فعليه صلى الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من الله أكبر الله أكبر لا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ حسام الأجاوي بصلاة الفجر، وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والمدائح النبوية. من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إلهي، غارت النجوم واستيقظت العيون، وأنت الحي القيوم، وقد خلا كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك. الليل قد أدبر والصبح قد أسفر، فتقبل مني وقوفي بين يديك. يا سروري ومنيتي وعمادي، وأنيسي وعدتي ومرادي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنس وشوقك زادي. حبك الآن بغيتي ونعيمي، وجلاء لعين قلب الصادي. ليس لي عنك ما حييت براح، أنت مني ممكن في الفؤاد. إن تكن راضيا علي فإني يا من القلب قد بدا إسعادي. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء. فاللهم ارزقنا شفاعته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. إخوة الإيمان، ليس مطلوبا من المؤمن فقط أن يكون مجرد وعاء لكلمات القرآن وآياته يجيد حفظها ويتقن أداءها فيوصف بين الناس بأنه مصحف متحرك. كلا، فمن حق القرآن على المؤمن أن يتحرك قلبه مع أنوار القرآن التي تفيض بها الآيات البينات، وأن تهزه الرغبة والرهبة، وأن يقشعر جلده عند الوجل والخوف، ويستريح وجدانه عند الرجاء، لقول الحق جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إخوة الإيمان، حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها
يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. لا يجدون وليا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا رب ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم الفاتحة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا للصلاة يرحمني ويرحمكم الله ساووا الصف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة لا تسبق الإمام ولا تساووه واعلموا أنكم بين يدي الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت إنك بالحق تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد بما قضيت ولك الشكر بما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة وسيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم لا تجعل اعتمادنا إلا عليك اللهم لا تحوجنا لأحد إلا إليك اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا واجعلنا من عبادك السعداء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي
وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا عظيم العفو والصفح، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا رحمن يا رحيم، يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والإخلاص في الرضا والغضب، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، واجمع علينا نعمة الأمن والأمان، وارفع عنا البلاء والوباء، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من ها هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. وقد استمعنا من خلاله إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، وإلى ابتهالات دينية ومدائح نبوية قدمها لنا المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. إخوة الإيمان، نقل لنا هذه الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي وجلال عبد رب النبي خليل. ولكم تحيات سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية سامي سليم وتامر عبد الغني وأحمد رامي، حتى نلتقي بكم في لقاء إيماني قادم
نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 18 من شهر جماد الآخرة من عام 1443 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 21 من يناير من عام 2022 من الميلاد.